تمام. خلاص احنا نقدر نبدأ. الساعة 12 و5. برحب بيكم، برحب بحضراتكم النهارده ان شاء الله معانا اليوم الثالث، وان شاء الله النهارده نحاول نجمع اللي فاتنا في اليوم الثاني واليوم الاول. واحنا لاحظنا ان كان في تركيز الفترة اللي فاتت على حتى الأسئلة اللي جاتني من السادة الزملاء بعد انتهاء امبارح كانت متعلقة بالفاريانس كوفاريانس، ومتعلقة ستيل بالجزء اللي هو نماذج المخاطر السوقية. هنشوفها النهاردة إن شاء الله مع بعض، ولو في أي استفسار أنا بستسمح حضراتكم ممكن نكتبه على الشات، ومعانا أستاذ إسلام هيبلغني بالاستفسار دوت بشكل وقتي، وإن شاء الله نقدر نجاوب لحضراتكم على أي استفسار. طيب خلينا كده نفتكر مع بعض، وهنشير الشيشة. شير اوكي، شير البرزنتيشن. اوكي خلينا نفتكر مع بعض، احنا ابتدينا في الاي ار ام امبارح، إدارة المخاطر المؤسسية، و قبلها طبعا احنا كنا انتهينا من الفاريانس كوفاريانس، وشفنا ازاي ممكن نعمل الفاريانس كوفاريانس ماتريكس في الاكسل باستخدام الداتا ادون، او حتى باستخدام الماتريكس مالتيبليكيشن زي ما شفناها مع بعض. تمام، اداره المخاطر المؤسسيه، وده الجزء الجوهري والركيزه الاساسيه للتريننج كورس المره دي، هو احنا بنحاول يعني نوصل مع بعض لطريقه افضل لاعداد تقرير المخاطر. خلينا نقول ان على مستوى المؤسسه هدف إدارة المخاطر المؤسسية خلاص هو إنه يوفر الإطار اللازم والمتكامل، أوكي، بيكون انتجريتد وكومبرهنسيف للشركة، بحيث إن هي تقدر تمانج من خلاله المخاطر المحتملة عند مستويات مختلفة من معدلات التكرار، أو حتى من الإمباكت إيه اللي ممكن بتأثر بيه كل خطر على المؤسسة أو على الشركة تحديدا، شركات السمسار. بس احنا كمديرين مخاطر، حضراتكم كمديرين مخاطر، الاوتبوت النهائي اللي هو متمثل في سجل المخاطر ده بيساعد حضرتك على كتابة التقرير. يبقى الهدف الاسمى هو ان احنا نقدر نشوف مع بعض الماتريكس بتاعت المخاطر، مصفوفة المخاطر المؤسسة او الشركة، وطبعا دي زي ما اتفقنا امبارح هي بتكون عبارة عن مصفوفة المخاطر لكل من الإدارات والأقسام. حتى ده لو حضراتكم متذكرين وشايفين معايا دوت عبارة عن الكيوب الخاص بالكازو انتجريتد فريم ورك للإي آر إم. تمام، فلما بنوصل على مستوى المؤسسة هنا هو ونعمل الريسك ماتريكس اللي بتبقى نتيجة للريسك ريجستر بتاع المؤسسة، هو عبارة عن تجميع سامينج اب لي الماتريكس والريجسترز الخاص بكل قطاع وكل اداره وكل قسم. تمام، فاحنا عشان نوصل لدوت، تمام، بهدف ان احنا نبدا نقلل المخاطر ونحركها من المناطق الهاي اللي هي الريد زون في الهيت ماتريكس بتاعتنا او في الريسك ماتريكس، محتاجين سجل المخاطر يكون تم اعداده بيه زي ما شفنا بالخطوات والاجراءات اللي وريتها لحضراتكم، وهنشوف مع بعض النهارده نموذج عملي لسجل مخاطر تم اعداده بالفعل، وازاي حطينا كنترولز، وازاي قدرت الكنترولز دي ان هي من خلال المتابعه تقلل من المخاطر وتحد منها وتنقلها من الهاي الى اللو والميديوم، للميديوم وحتى كمان اللو. تمام، ده على مستوى نموذج تطبيقي هنشوفه مع بعض النهارده ان شاء الله. تمام، لكن برضو واحنا بنعمل الريسك ريجستر بيكون هدفنا يساعدنا ان هو اقدر اطلع منه تقارير المخاطر. ما هو في الاخر خالص السجل موجود، ولكن ما فيش تقارير بتقول والله انا كمدير مخاطر بعد ما اتممت عمليه الاي ار ام مع اداره مثلا الماليه او اداره الاتش ار مثلا، بعد ما تم الانتهاء منها خلاص قدرنا نقلل المخاطر 1 2 3، او قدرنا نعمل ترانسفير للمخاطر اللي بعد المخاطر. كل دوت بيطلع في التقرير النهائي اللي حضراتكم بتبقوا مطالبين بان انتوا تعرضوه على لجنه المخاطر وبتقول رايها فيه اكيد. تمام، يبقى احنا بننتهي من سجل المخاطر من الريجستر والماتريكس بان احنا نعرف نكتب تقرير المخاطر، اوكي، من خلال اساليب وادوات كميه وكيفيه استخدمناها في مراحل الاي ار ام المختلفه علشان نوصل للتقرير المطلوب مننا، وده تسهيلا لعمل مدير المخاطر.
طيب احنا شفنا مع بعض المسؤوليات وفقا للاطار الاي ار ام اللي الكوزو في الدوكيمنت الرئيسيه للاي ار ام كوزو فريم ورك، لقينا ان المسؤوليات على كل من مجلس الاداره وعلى المانجمنت والريسك اوفيسر هتختلف، ولكنها خلينا نقول العبء الاكبر بيكون على الاداره، على المانجمنت، على حضراتكم، على ريسك اوفيسرز، لان نشر ثقافه المخاطر كهدف اساسي دوت بيكون دور حضرتك او دورنا احنا كمدير مخاطر او مسؤولي ادارات مخاطر بعد ما مجلس الاداره يقر بذلك ويقول ويكون على درايه تامه بفعاليه واجراءات الاي ار ام، وبالتالي بيقول احنا محتاجين كمجلس اداره للشركة أو للمؤسسة. خلاص إحنا صوت من فضلك يا دكتور. اطرح الصوت من فضلك يا دكتور احمد. ولا من عندنا بس؟ لا هو دكتور احمد في مشكله في الكونكشن الظاهر. الصوت راح خالص. مفيش صوت يا دكتور احمد خالص. طيب هو دكتور احمد بيحاول يصلح تقريبا الصوت، في مشكلة بسيطة بنصلحها دلوقتي. اوكي ماشي تمام. في صوت وما فيش صوره كمان. خلاص واضح ان بيحصل ريستارت. ثواني يا جماعه، هو بس الدكتور احمد خرج وهيخش الدنيا عشان نعمل بس المشكله. اوكي لان معاك كده كده ما بقاش في لا صوت ولا صوره ان شاء الله. فاضل الصوره اهي. تمام تمام اوكي. بنعتذر على التكنيكال ايشو دوت، وان شاء الله مش هتتكرر، هي حصلت بس المره دي. خلينا ثانيه واحده، عايزين شيرنج للسكرين. انا مع حضراتكم ثانيه واحده. بس في ايشو صغيره، بس ثانيه واحده نحاول نشير السكرين مع حضراتكم حالا. اوكي تاني معلش. تمام
طيب بالنسبه كده لساده الزملاء الصوت كله تمام؟ تمام والسكرين كويسه تمام كده الصوت تمام يا دكتور، بس اسمح حضرتك ميوت اول عشان نقدر نسمع حضرتك بدون مقاطعه. حالا بالظبط. تمام اوكي. طيب اسلام، اسلام تسمعني كده تمام؟ اوكي كمل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بنتكلم على المسؤوليات وفقا للاطار المتكامل لاداره المخاطر المؤسسيه الكوزو اي ار ام انتجريتد فريم ورك. شفنا اهميه دور المانجمنت وخصوصا الريسك اوفيسر وحضراتكم كمسؤولي اداره مخاطر على اعداد الاطار وفقا للخطوات اللي احنا شفناها امبارح مع بعض وهنكملها النهارده ان شاء الله. وكمان في دور وعبء مهم جدا هو نشر ثقافه المخاطر بين العاملين ودمجها في استراتيجيه الشركه. ليه؟ لان الطبيعي ان احنا لما نبدا في اجراءات الاي ار ام هنلاقي في بعض الاحيان مقاوم من الادارات، يعني او في ريزيستنس، الادارات متخوفة. يعني أنا كمسؤول مخاطر هل أنا جاي أتصيد مشكلات إدارة مثلاً الـ HR أو إدارة المالية؟ فبالتالي مدير إدارة المالية والعاملين في إدارة المالية مش هيدوني مثلاً الرد السليم على استقصاء الرأي، هيتخوفوا مثلاً يذكروا أن عندهم بعض المشكلات اللي محتاجة حل. ممكن ده يحصل. هنا بتيجي أهمية نشر ثقافة المخاطر، أن كل موظف في المؤسسة أو في الشركة عندنا يبقى عارف ايه هي اهمية وجود ادارة المخاطر، وفي نفس الوقت هي احنا بنعمل دوت بهدف ايه؟ رفع كفاءة العمليات اليومية للشركة، الحفاظ على سمعة الشركة، الحفاظ على العميل اللي احنا خايفين العميل يمشي من الشركة مثلا. خلاص اوكي، كل الحاجات دي بتبقى موجودة مفروض، وده بيبقى دور حضراتكم في نشر ثقافة المخاطر عن طريق ممكن زي ما قلنا برين ستورمينج مع الموظفين قبل ما نبدأ عملية المراجعة او مش مراجعة، عملية الاي ار ام معاهم. اوكي، مع كل ادارة. طيب شفنا مع بعض الخطوات الرئيسية امبارح، وهي تحسين البيئة الداخلية ووضع الأهداف، اتكلمنا فيها عن نشر ثقافة المخاطر، ثم إعداد سجل المخاطر اللي بيبدأ بتحديد الخطر ونوعه، وثم التحليل، التعامل مع الكنترولز والتعامل مع الخطر ووضع الكنترولز والمتابعة اللي هنكملها النهاردة إن شاء الله. تمام؟ طيب ده كان شكل سجل المخاطر وفقا للـ ERM. احنا دايما بنحرص على ان كل حدث او كل خطر متوقع في الاداره اللي احنا بنعمل لها اعمال الاي ار ام بيبقى ليه نمبرنج، يبقى ليه رقم، وهنشوف مع بعض دلوقتي الرقم دوت في النمبرنج ازاي بقدر استفاد منه في بناء الماتريكس الخاصه بالمخاطر. عندنا الخطر ثم المستوى التاثير. تقييم الخطر او تحليل الخطر ده احنا اتفقنا ان عندنا ثلاث مستويات، خلاص، او خمس مستويات لكل من احتمالية حدوث الخطر اللي هو اللايكليهود بتاع الحدث ان هو يتكرر ويسبب مشاكل في الإدارة محل الاي ار ام اللي بعملها الاي ار ام، او الامباكت بتاعه، اثر وقوع هذا الخطر او المشكلة لا قدر الله، هتبقى هل هي هاي لو ولا ميديم. طبعا التقييم الكلي هو حاصل ضرب كل من احتمالية المخاطر في مدى التأثير، او نقدر نقول هو احنا بنشوف مدى التأثير الامباكت قد ايه مع الفريكوينسي بيديني الخطر الكلي. بعد كده هو بنلجأ لإجراءات التحكم وبنحدد المسؤول عن هذه الإجراءات، وبعد كده بيكون مهم جدا عندي يبقى فيه جزء اسمه ريزيدوال ريسك، المخاطر المتبقيه اللي هي في بعض الاحيان انا بعض الاحداث الجوهريه اللي بتحصل وقد تكون خطرها لو او ميديم مثلا، ممكن او حتى لو هاي، ممكن بيبقى جزء بعد ما احط الكنترولز كمان انا مش هقدر اتحكم في هذا الجزء. واخيرا بنحدد فتره المتابعه اللي هي 3 شهور على الاقل، 3 شهور او ممكن اكتر من كده لفتره 6 شهور كمان. تمام. طيب الخطوات والاجراءات اللي احنا شفناها مع بعض، لو ابتدينا احنا خلينا نفترض ان احنا النهارده هنعمل الاي ار ام لاداره الاداره الماليه، خلاص اوكي. فبناء اول حاجه بنعمل الخطه، احنا حضرتك كمسؤول اداره مخاطر مفروض هنعمل خطه. الخطه ديت بنودها او مكوناتها الرئيسيه هي بتقول ان احنا مرحله تحديد الخطر، ثم مرحله تحليل الخطر، ثم مرحله اعداد اللي هي بالظبط المراحل الخاصه
بتاعتنا دي. هنحدد الخطر دي مرحله وبتدي لها تايم فريم مثلا قد يكون اسبوع. تحليل المخاطر بتدي لها برده تايم فريم ممكن يكون اسبوع يومين ثلاثه حسب الوركينج كاباسيتي في الاداره. ثم اجراءات التحكم وفقا لتحديد المسؤول عنها مين هو المسؤول عن اجراءات التحكم. وبعد ذلك بتيجي المتابعه المستمره من خلال التقارير. طيب طيب بدايه اول نقطه اللي هي تحديد المخاطر ديت احنا ممكن نعملها عن طريق برين ستورمنج زي ما قلنا او مقابلات شخصيه بتتم مع موظف الاداره ومع كمان المديرين. اوكي لان احنا اتفقنا ان في بعض الاحيان وفي بعض المؤسسات والشركات الكبيره قد يكون رئيس القطاع لو انا بتكلم على قطاع ماليه مثلا في مثال النهارده ما عندوش المام بمشاكل في دوره العمل اللي الموظف بتكون المشكله ديت عنده بتسبب له فعلا تاخير في ان الشغل يطلع في الاوقات المطلوبه او حتى بكفاءه ممكن يطلع بكفاءه اقل من الكفاءه الموجوده. فبالتالي بتهمني جدا لما نيجي نعمل استقصاءات الراي والمقابلات الشخصيه ان يكون عندنا ممثل عن التوب مانجمنت في الاداره ميديا مانجمنت وكمان حتى الموظفين. اوكي وبنعتمد كمان على دليل الاجراءات العمل او هو دليل اجراءات العمل ده بيرتبط باهداف الاداره اللي بيتم اعداده من خلال اداره المراجعه الداخليه في الشركه. طيب بالنسبه للمؤسسات بشكل عام ده كان بعض انواع ومصادر الخطر اتفقنا عليها انشطه جديده ممكن في مخاطر في منظومه العمل ممكن في مخاطر في دوره سير العمل نفسها تقسيم المهام وتقسيم التاسكس وفقا للمهام جوه الاداره او قد يكون في مشكله في النظام الاداري بشكل عام ومفيش رؤيه للاداره. دي برده حاجه مهمه جدا لازم كل اداره تبقى عارفه الرؤيه الرئيسيه للمؤسسه وهي الاداره نفسها ليها الفيجن والميشن بتاعتها اللي بتسعى لتحقيقها او قد يكون عندنا مشاكل متعلقه بالموارد البشريه. هنا عندنا بعض المخاطر المرتبطه بشركات السمسره وده من واقع اكسرسايز حلو جدا عملوا ثلاثه من الزملاء اللي موجودين معانا النهارده استاذ محمد البدوي ومعانا استاذه ياسمين واستاذه هيام. ثلاثه مديري المخاطر اتفقوا وعملوا اكسرسايز بتاع الاي ار ام دوت وهنشوف النهارده نموذج لاستقصاء الراي اللي هو فيه فعلا مخاطر متعلقه بعمليات خارج مخاطر متعلقه بتنفيذ وتداول. وخلينا اقول لحضراتكم ان ده مجرد ده بروتوتايب كل اداره وكل شركه بتختلف فيها المخاطر عن الشركة الأخرى أو عن الإدارة حتى من إدارة لإدارة بتختلف ومن شركة لشركة بتختلف بس بيكون في زي ما نقول زي كده في فريمورك أساسي لعمل الشركات السمسرة فبالتالي هي دي المخاطر الرئيسية اللي ممكن تبقى موجودة عندنا. طيب تحليل المخاطر احنا شفنا امبارح مع بعض المستويات اللي هي مرتفع متوسط وضعيف ولو استعنت بثلاث مستويات في احتمالية حدوث الخطر لازم استعين بنفس الوقت بثلاث مستويات في التأثير في الامباكت علشان اقدر اسكن اجيب الاثر الكلي واقيمه وفقا لنفس الثلاث مستويات لا اما هاي لا اما ميديوم لا اما لو. ودي نتيجة الايه ديت احنا شفنا مع بعض التقييم الخطر الكلي هو عبارة عن نتيجة الاحتمالية في الامباكت. تمام ده شكل الماتريكس الخاصه بالمخاطر اللي مفروض بنسعى ان احنا نبدا نقلل هذه المخاطر وننقلها من رقم واحد زي ما اتفقنا الى رقم اثنين وهنشوف دوت في اليات التعامل مع المخاطر اللي وقفنا عندها امبارح وايه هي الكنترولز وازاي اقدر اسيت كنترولز اقدر من خلالها ان انا انقل المخاطر من واحد لاثنين لو انا عندي ماتريكس زي ديت او لو حتى عندي ماتريكس 5x5 للمخاطر اقدر احول مثلا من هنا اهو من رقم مثلا خلينا نقول هنا عندي رقم المخاطر عندي المخاطر رقم واحد والمخاطر رقم خمسه خطر رقم واحد والخطر رقم خمسه مثلا دول اعلى مخاطر في المؤسسه عندي مثلا هنا هو وليكن الخطر رقم اثنين تمام عندي هنا هو خطر رقم ثلاثه وعندي هنا مثلا في الميديم خطر رقم 4 تمام احنا لو ابتدينا احنا بعد ما عملنا اكسرسايز السجل المخاطر وبقى عندنا الشكل ده فبيبقى هدفنا ان احنا ننقل الخطر
واحد والخطر خمسة، بدل ما هو مرتفع جدا في الاحتمالية ومرتفع جدا في الأثر، ممكن نخلي احتمالية حدوثه تقل، تبقى مثلا متوسطة. تمام؟ خلاص؟ يبقى عندي متوسط في احتمالية الحدوث خمسة، هيتنقل لي متوسط في احتمالية الحدوث خلاص، لكن الامباكت بتاعه برضو ممكن يبقى زي ما هو مرتفع. فالخمسة ان هو هتيجي من هنا، هتتنقل من هنا، هتتنقل لي خمسة ولي هتبقى اربعة وخمسة هنا، ويبقى انا قدرت ان انا اقلل من الاحتمالية لكن الاثر لسه موجود. تمام؟ طيب لو حبيت اقلل الاثر كمان مع الاحتمالية، فانا هقدر ايه؟ لو احنا خلاص احتمالية حدوثه بقت متوسط واثره كمان ممكن يبقى نخليه متوسط، فهنلاقي ان احنا نقلنا الخطر من النقطة ديت اللي هي مرتفع الاثر، مرتفع جدا، نقلناه عند متوسط، فبقى الخطر عندي بعد ما كان هنا مرتفع جدا مرتفع جدا، بقى وصل عندي في الاخر لمتوسط والمتوسط. وده الهدف الاساسي لينا احنا واحنا شغالين بنعمل الريسك ريجستر والريسك ماتريكس بتاعتنا. تمام؟ ده كان مثال صغير احنا هنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله مثال عملي تطبيقي لبعض الايه المخاطر وبعض الكنترولز اللي اتحطت ليها. طيب ازاي انا اتعامل مع المخاطر بشكل عام؟ مؤسسة قد تلجأ لتحمل المخاطر معالجتها، وهنشوف المعالجة دي اللي انا كنت لسه بشرح لحضراتكم دلوقتي، اللي هو ازاي اقدر اقلل الامباكت او اقلل الفريكوينسي. تمام؟ ونقل المخاطر الريسك ترانسفير او انهاء المخاطر او انهاء النشاط نفسه. طيب بالنسبه لي تحمل المخاطر، احنا اكيد طبعا كل مؤسسه اتفقنا في الاول بيكون ليها ريسك ابيتايت. تمام؟ بتشوف الريسك تولرنس بتاعنا بتاع الشركه مثلا، هي عندها قابليه قد ايه تستحمل المخاطر. اوكي؟ تمام؟ طيب الخطر اللي حاصل عندي دوت في ريسك ريجستر ده، هل هو بيقع ضمن هذه القابليه لتحمل المخاطر؟ يعني انا اقدر اتحمل الخطر دوت، ولا ده اكبر من العبء، اكبر من المخاطر اللي ممكن الشركه تتحملها، فبالتالي هو عبء كبير على المؤسسه او على الشركه، لازم ان انا ابدا اعالجه. اوكي؟ يبقى انا في المرحله الاولى دي بشوف فعلا انا مستوى الخطر ده اللي احنا قيمناه خلاص. اوكي؟ الخطر اللي هو التقييم الكلي ده، شوف مستواه ممكن نتحمله او ممكن ما نتحملوش. اوكي؟ طيب ما نتحملهوش مثلا، يبقى الخطوه الجايه ان احنا عايزين نعالج الخطر ده. فعندنا في معالجه الخطر دوت احنا بيبقى في عندنا هدف من اثنين، الا اما احنا نقلل، احنا قلنا خلاص الخطر الكلي هو عباره عن حاصل ضرب اللايكلي هود، احتماليه الحدث خلاص، هل هي متوسطه او هاي او لو، او كمان احنا قلنا معانا الامباكت بتاعه، يعني الحدث اللي ممكن يحصل بيتكرر بشكل يومي او اسبوعي، طب اثره لما بيحصل هل هو مرتفع او هو متوسط او منخفض. طيب يبقى هعالج الخطر هنا عن طريق ان انا انقل الفريكوينسي مثلا من ان هي بتتكرر بشكل يومي الى ان هي بتتكرر بشكل اسبوعي او بشكل شهري او بشكل ربع سنوي على سبيل المثال. تمام؟ كده يبقى انا قدرت اعالج الخطر، وشفنا ده في النقطه هنا لما نقلنا الريسك رقم خمسة دوت من مرتفع جدا في الاحتماليه الى متوسط في الاحتماليه. تمام؟ فلو نقلنا فقط، خلينا نتفق كده اهو، احنا هنا لو قدرنا ننقل بس البروبابيلتي، احنا كنا ابتدينا هنا هو 1-5 لو حضراتكم متذكرين. تمام؟ لو قدرنا ننقل الاحتمالية من هو بيحدث كل يوم لان هو مثلا يحدث كل شهر، فبالتالي احنا وصلنا الاحتمالية هنا متوسط خلاص. اوكي؟ طيب دلوقتي انا ما جيتش لسه جنب الاثر، لسه ما عالجتش الاثر، اقدر برضو اعالج الاثر بحيث ان هو ينزل عندي من اثر من هاي امباكت الى اثر متوسط، فيبقى عندي هنا هو انا قدرت انقل الخطر رقم خمسة في الريسك ريجستر، قدرت انقله من مرتفع جدا، مرتفع جدا في الاحتماليه ومرتفع جدا في الاثر، الى متوسط الاحتماليه ومتوسط الاثر. تمام؟ ده الجزء المتعلق بمعالجه المخاطر، لاما بقلل الطرف الاحتماليه او طرف الايه الاثر، او اقلل الاثنين مع بعض، وطبعا يبقى هو ده الهدف الايه الاسمى لينا. طيب بالنسبه لي التعامل الثالث عندي مع المخاطر هو ان انا ممكن انقل المخاطر دي. اتكلمنا على الجزء دوت في بدايه تعريفنا باهميه المخاطر في المحاضره الاولى،
وشفنا احنا ممكن ننقل المخاطر لو عندنا مخاطر مالية عن طريق مثلا التأمين على سبيل المثال. ولو فضل اسلام والضعيف بنسب او ارقام منها ازاي؟ بنسب او ارقام احنا بنخليها هاي ولو وميديوم. اوكي هنشوفها مع بعض دلوقتي في المثال. انا يعني احضر حالا المثال موجود معانا شوفها مع بعض بس نتناول الجزء الخاص بنقل المخاطر وانهاء المخاطر بحيث ان احنا نبقى خدنا الجزء النظري كله ونشوف ان شاء الله الجزء العملي في بعد ما ننتهي ان شاء الله من السلايد ده. طيب عندنا نقل المخاطر احنا ممكن في بعض الاحيان بنلجا ليه ان احنا نعمل تامين. ولو في بعض المؤسسات مثلا على سبيل المثال بيكون بتلجا في ان هي تنقل النشاط مثلا تنقل النشاط فده برضو احد الايه اوجه التعامل مع المخاطر لو المؤسسه مش قادره ان هي تكنترول المخاطر دي. فبالعكس هو ده كده يعتبر كنترول انا نقلت النشاط تمام من نشاط اكثر من نشاط اكثر خطوره لنشاط اقل. في بعض الاحيان بقى احنا بيبقى الاختيار الاخير والصعب قوي ان احنا ننهي المخاطر او ننهي نشاط معين جوه الشركه عشان النشاط دوت عامل الخطر. طبعا ده بيكون صعب شويه وخيار قليل جدا قليل جدا لما ببدا استخدمه في التعامل مع المخاطر. طيب الـ قبل ما بعمل التعامل مع المخاطر طبعا احنا شفنا احنا ايه هي الخيارات الموجوده قدامنا وعشان ابدا انفذها واحط الكنترولز بقى الخاصه بيها اللي تبدا تنقل لي فعلا المخاطر من الاحتماليه المرتفعه او الاثر المرتفع الى متوسط او منخفض. فبحط الكنترولز الكنترول اكتيفيتيز اوكي اجراءات التحكم في المخاطر اللي ممكن اللي بعتمد عليها لكل اداره بنعمل لها الريسك ريجستر خاص بيها تمام. طيب طبعا ديت وظيفه حضراتكم ولكن مهم جدا ان المخاطر ان الكنترولز ديت بيتم اعتمادها من المستويات الاشرافيه الاعلى تمام. ليه؟ عشان تبقى فيها شكل من الالزام او احنا كاداره مخاطر مسؤولين مخاطر الكنترولز ديت هي مش من عندنا بس لا ده هي تم وضع الكنترولز بعد الرجوع الى المسؤول عن الكنترولز ديت وكمان المستوى الاشرافي الاعلى خلاص اوكي او مجلس الاداره خلينا نقول هو اللي بيوافق على الكنترولز ديت تمام. فبالتالي بيكون فيها شكل الزامي للادارات اللي احنا بنعمل لها الاي ار ام تمام. طيب طبعا من الكنترولز الاساسيه اللي بنلاقيها موجوده على طول هي في كنترولز خاصه بتكنولوجيا المعلومات وهنلاقي دي على جميع على مستوى تقريبا جميع المؤسسات والشركات اللي بنعمل لها الاي ار ام حاليا خصوصا مع استخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات في بعد الكوفيد 19 اللي احنا فيه. طيب المتابعه المستمره ده اخر جزء خالص اتفقنا. المتابعه المستمره دي هدفها ان احنا نبدا نشوف قدرنا فعلا بالتعاون مع الاداره اللي احنا عملنا لها الاي ار ام والتعاون مع المسؤول عن الكنترولز قدرنا نقلل من احتماليه الخطر ومن اثره او لا. وبالتالي بنشوف ايه هي بقى الاهداف اللي احنا حطيناها ديت احنا ننقل الخطر ونقلله ده تم تحقيقه او لا. طيب طب هل يا جماعه احنا لما عملنا المرحله الاولى او خلصنا كل مراحل اي ار ام اللي هي سجل المخاطر وخلصنا اعداد سجل المخاطر هل المعلومات اللي جمعناها كانت كافيه ان احنا قيمنا بشكل مناسب وفعلا الخطر قل ولا كان في معلومات ناقصه ممكن نرجع ناخدها تاني من الساده الزملاء في الادارات اللي احنا شغالين معاهم بنعمل لهم الاي ار ام على سبيل المثال تمام. وبرضو المتابعه هدفها احنا بنشوف مدى مساهمه المعلومات بقى في التوصل لقرار افضل. لو انتم حضراتكم متذكرين احنا قلنا احد الاهداف الغير مباشره للاي ار ام هو تحسين التواصل ما بين الادارات المختلفه جوه المؤسسه وجوه الشركه تمام بحيث ان احنا يكون عندي في فاعليه اكتر في التواصل نقدر نحدد منها الاخطاء بشكل افضل ونقيمها مستقبليا بشكل افضل وفي نفس الوقت ناخد قرارات او القرارات تبقى طالعه بشكل افضل وفي نفس الوقت تقدر ترفع من كفاءه عمليات المؤسسه او الشركه عندي ونحقق الهدف من الاي ار ام تمام. طيب خلينا نشوف مع بعض مثال ثانيه انا مع حضراتكم ثانيه واحده. الفيديو اسلام
هو ما كانش في مشكله في الصوت، انا بس كنت بحضر لحضراتكم ده كان نموذج احنا عملناه لمراحل اعداد الريسك ريجستر في البورصه. مش عارف انا الشاشه كده حضراتكم شايفين شيرد معاك صح؟ تمام اوكي تمام، والاكسل كمان اوكي. ده شكل، ده شكل تم تنفيذه فعلا لريسك ريجستر خاص بمخاطر المتعلقه بتكنولوجيا المعلومات في احد ادارات البورصه المصريه في اداره الاقتصاد. تمام، احنا عندنا زي ما اتفقنا هدفنا ان احنا كنا بنماب كل ريسك هنا، هو ده هنا الهاي فريكوينسي هاي امباكت والهاي فريكوينسي هنا. تمام اوكي، هي دي المخاطر الاكثر احتماليه واكثر اثر، وبالتالي ممكن تحصل لي تحصل تؤثر عندي بشكل اكبر في عمل الاداره. عندنا ده شكل الريسك ريجستر بتاعنا. تمام، ادي بنحدد فيه الهاي واللو والميديوم، ممكن حضراتكم تدي لها الوان كمان. خلاص خلينا نتفق كده، هو استسمحكم ايوه دي المخاطر المتعلقه فقط، ده كان بروتوتايب، كان مخاطر متعلقه فقط بال ب تكنولوجيا المعلومات المستخدمه في القطاع او في الاداره. فلو احنا شفنا ان هو ده وصف للخطر، ايه هو الخطر المحتمل، ايه هو الحدث اللي ممكن يحصل عندي، فبالتالي بيأثر ايه هو الامباكت بتاعه، بشوفه قد ايه والفريكوينسي بتاعته ممكن تبقى قد ايه الاثر عندي والفريكوينسي، وبشوف الخطر الكلي وبقول ايه هو اجراء التحكم هنا. هوت لو حضراتكم شايفين في الكنترولز، انا هنا عامل مابنج، مابنج بمعنى ان انا عندي لو فتحت الكنترولز ميجر او الكنترولز اكتيفيتي عندي، فانا عارف ان السي 31 اللي هو ده اللي هو ده اللي هو مقترح هيعالج المشكله اللي موجوده في الريسك ريجستر الخاصه بتاعتي بتاعه الاي تي. وهنا هو بطء الاتصال بين مثلا على سبيل المثال كان في مشكله زمان ما بين بطء الاتصال بين نظام الافصاح ونشره الاعلان وصفحه نشر الاعلانات مثلا على سبيل المثال. تمام، وطبعا المسؤول كان مثلا يبقى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفي نفس الوقت بنقول ان احنا عندنا في ريزيدجوال هنا هو خطر مسموح به. خلاص اوكي، بعد طبعا ما احنا قعدنا مع المسؤولين في كل من الاي تي وفي كل من الافصاح وبندي تاريخ للمراجعه. تمام، طيب خلينا نبص احنا بعد كده، هو بعد المراجعه ديت قدرنا نعمل تقارير للمتابعه ونخرج منها بان احنا ننقل فعلا في الماتريكس الثانيه، هي للاسف مش متوفره دلوقتي حالا قدامي اللي هو على الكمبيوتر. قدرنا ننقل بعض المخاطر اللي موجوده في الهاي هاي امباكت والهاي فريكوينسي، اتنقلت فعلا للميديوم، وبعضها كمان حتى نزل للمستوى اللي هو اللو فريكوينسي نتيجة ان هي كانت مشاكل كلها متعلقة بالهاردوير، فما بقتش تحصل تاني، ما بقاش في تأخير يحصل في مثلا العمل الخاص بالإدارة قبل الجلسة نتيجة ان الكمبيوترات مثلا كانت بطيئة على سبيل المثال. سكانر كان محتاج في بعض الكنترولز هنا، واتذكر انا يعني قلت المثال ده ضربناه لحضراتكم ورنا المرة اللي فاتت ان احنا كل اللي احتاجناه في بعض الاحيان مثلا ان احنا نرفع الرام بتاعة الكمبيوتر المخصصة لمثلا متصلة بالسكانر اهو على سبيل المثال، رفع الرام مثلا اوكي. فده ادت لان الدنيا بقت اسرع بكتير قوي في الشغل، مع بدل ما كان بيبقى فيه بطء في الانتهاء من اجراءات العمل، لا بقى اسرع بكتير من الاول. فبالتالي قدرنا ننزل بالامباكت بتاع الاثر بتاع نقدر قدرنا في النقطه دي تحديدا ننزل مش بالامباكت سوري بالفريكوينسي، بدل ما كان بيحصل كل يوم كل يوم، لا خلاص ما بقاش يحصل كل يوم تاخير، ما بقاش في تاخير بيحصل ليه، نتيجه ان الجهاز الكمبيوتر بقى افضل من الاول، وبالتالي الخطر قل في الامباكت بتاعه في الفريكوينسي فقدرنا نتحكم فيه. ده بعض الامثله لنماذج احنا ممكن ديت طبقناها فعلا سنه 2012 على ما اتذكر. لكن خليني اشير مع حضراتكم طبعا بعد اذن الساده الزملاء اللي عملوا المجهود دوت، وهم فعلا قالوا لي احنا ممكن نشير ونبدا حتى نفتح الفلور ان احنا ندسكس اكتر، يبقى في ديسكشن على الاستقصاءات الراي المقترحه. اوكي اتمنى تبقى حضراتكم شايفينه. تمام، طيب
مش دافع في اي حاجه الا متحرروا الميه. احنا ممكن يا جماعه طيب انا هستسمحكم اللي عنده اي ملاحظه اوكي، واحنا بنستعرض دوت مثلا ان احنا نرفع ايدينا بس اوكي عشان خاطر نقدر نشارك حضراتكم معاه. تمام طيب حضراتكم تمام طيب ميوت تمام. طيب احنا هنا هوت ميوت انت ميوت. طب انا صوتي في حاجه؟ لا الصوت ظبط كويس اوكي. طيب ده كان مقترح استقصاء للراي عدو استاذ محمد واستاذ محمد البدوي من شركه العروبه، واستاذه ياسمين اسطول على ما اتذكر، واستاذه هيام، وكان عليه بعض الملاحظات. طبعا احنا شفنا مع بعض هما السادة الزملاء مقسمين الاستبيان هنا وفقا للإدارات الموجودة في الشركة او الإدارات المحتملة. طبعا الإدارات دي هي الإدارات فعلا ما هلاقيها موجودة عندنا. عندنا إدارة مثلا مشاكل متعلقة بمخاطر التنفيذ، المالية، الاتش ار، مخاطر رقابية وغسيل اموال، مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مخاطر البحوث والتسويق، عمليات الخارج، طبعا احنا الامراض والاوبئه. احنا في دلوقتي مخاطر الهامش وحتى مخاطر الاوبريشن. بس خلينا اقول لحضراتكم ده كان كان هو على سبيل المثال هنا ده كان شكل الاستقصاء المقترح او السبيان المقترح عندنا، هو السؤال ونعم او لا. طيب احنا ممكن طبعا تسهيلا لاجراءات الاي ار ام ان احنا نحط زي شكل في الاستقصاء واحنا بننفذه نحطه نصممه على ان هو قد يكون في شكل سجل المخاطر. تمام طيب نشوف مع بعض هنا هو مثلا لما حولناه احنا عندنا على سبيل المثال في التنفيذ ادي مجموعه المخاطر عندي 14 خطر محتمل اوكي، وده بيبقى السؤال بتاعي مثلا هل هناك اخطاء التنفيذ للعملاء مثلا، هل يوجد تكرار، هل توجد تعليمات وضوابط لتنظيم العمل الخاص بالتنفيذ وخدمه العملاء. فالمفروض ان السيد الزميل في الاداره خدمه العملاء او التنفيذ هيرد عليا بنعم او لا. طيب هنا بقى السؤال المهم جدا اوكي، طيب ماذا لو هو قال مفيش، هو قال هنا عندي لا توجد تعليمات، فهقول له انا بقى ده مثال عشان نشوف ازاي نعرف نطلع بالهاي واللو والايه ونطلع بالاثر وبالفريكونسي. فهقول له طيب لو هو جاوب قال لا يوجد مثلا اوكي نو مفيش عندي ان هو اي تعليمات خاصه، اقول له طيب ما هو تقديرك للاثر المشكلات الناتجه عن غياب التعليمات؟ ده لازم يجاوب عليه. هنا لو هنا الهدف ايه؟ ان انا في كل اسئلتي بقول له ايه هو التقدير، لان هو برده هو بيبقى شايف كموظف في الاداره اثر المشكله دي، اثر غياب التعليمات، هل هو شايفه متوسط، هل هو شايفه كبير، ولا شايفه محدود. خلاص فعلى سبيل المثال لقى ان غياب التعليمات اثرها قد يكون هاي. تمام طيب ايه هي الفريكوينسي بتاعه وجود مشكلات نتيجه غياب التعليمات دي؟ هل بتحصل مشكلات يوميه، اسبوعيه، شهريه، ربع سنويه؟ اوكي فيقدر مثلا يجاوب عليا ويقول لي انا عندي مثلا مشكله بتحصل بشكل مثلا اسبوعي على سبيل المثال. تمام خلاص طب هو لو قال لي اسبوعي انا تقدير حضرتك للاسبوعي ده هل هو يبقى هاي ولا يبقى فريكوينسي ميديوم؟ تمام خلينا نتفق ان ممكن يبقى هاي، لان احنا مش هنفضل كل اسبوع نفس المشكله تحصل، فيبقى عندي اسبوعي ويومي الفريكوينسي بيبقوا هاي، ميديوم شهري ممكن ربع سنوي كمان يبقى اللي هي اللو. تمام طيب هنا ده كان مثلا شكل المخاطر. خلاص هو المفروض ان هو جاوب عليه، احنا جاوبنا عليه مع بعض هنا اهو. وده هبدا بقى اكتب السجل نفسه بقى. خلاص انا خدت خلاص الاستبيان، هبدا اعمل فايل جديد خالص وهعمل منه الريسك ريجستر. بنحط اسم الاداره خلاص اوكي، وبنحط اداره مثلا اداره التنفيذ لو افترضنا عندنا هنا هو. ببدا بقى ادي رقم لكل خطر اوكي، هنا 1-1 مخاطر، ايه مخاطر غياب تعليمات وضوابط تنظيم خدمه العملاء. خلاص اللي هي لو حضراتكم فاكرين انا لما سالته السؤال هل في تعليمات او لا، هو قال لي ما فيش تعليمات، هو قال لا توجد تعليمات.
خلاص في غياب للتعليمات تمام. طيب طب ده معناه بقى ان انا لما اجي اكتب الريجستر بشوف ايه هي المخاطر اللي ايه اللي, مو اللي الناتجه عن غياب التعليمات دي. ممكن مثلا فقدان الثقه في الشركه على سبيل المثال، لو خدمه العملاء بتؤدي بشكل مش كويس مش جيد مع العملاء اكيد ممكن اعداد العملاء تقل خلاص اوكي. طيب لو شفنا لو كان الامباكت بتاعه هاي والاثر بتاعه هاي، فالخطر الكلي تقييم للخطر هيكون ايه؟ هيكون برضو هاي. طيب في الجزء دوت انا هشوف ايه هي بقى. خلاص احنا كده عملنا تحديد المخاطر، حددنا الخطر اللي هو فقدان الثقه في الشركه، انخفاض عدد العملاء مثلا، استياء من العملاء مثلا نتيجه الشركه في الشركه، سمعه الشركه ممكن سمعه الشركه ممكن مثلا تقل على سبيل المثال خلاص. طيب ده مخاطر غياب ان مفيش تعليمات واضحه وضوابط ان خدمه العملاء مثلا يتعاملوا بشكل محدد مع العملاء على سبيل المثال. طيب هيبقى ازاي اقدر اعالج ده؟ هو لما انا عندي المشكله كانت ان هي مفيش اساسا تعليمات، يعني المشاكل كلها نتجت عن ان غياب التعليمات، فاكيد طبعا هيبقى الكنترول للمقترح هو ان انا احط تعليمات وضوابط لخدمه العملاء. طيب مين المسؤول هنا هوت عن ان هو يحط التعليمات؟ تمام اكيد اداره خدمه العملاء تمام. طيب حضرتك برضو احنا بنقول احنا في خلال ربع سنه خلاص هنبدا نعمل مراجعه على التعليمات دي، هل فعلا صدرت التعليمات ولا لا. يبقى انا بعد ان شاء الله الكوارتر بعد 3 شهور هاجي اساله نفس السؤال تمام، هل يوجد تعليمات وضوابط تاني لتنفيذ العمل؟ طب لو المراجع هيقول لي ايه بعد 3 شهور؟ يقول لي يس. فبالتالي مش هروح للنقطه دي خالص، كل هذه يعني الجزء ده كله لو حضراتكم شايفينه مش هنحتاجه. يبقى انا بعد 3 شهور قدرت ان انا اقلل الخطر اللي كان موجود خلاص، اللي هو مخاطر فقدان الثقه في الشركه مثلا او انخفاض عدد العملاء على سبيل المثال. ده مثال بسيط خلاص لشكل الاستبيان اللي ممكن اطلع منه بعد كده هوت بنموذج للاي ار ام. يعني ده لو شكل الاستبيان، فعندنا برضو عاملين نموذج لكيفيه التحليل الاستجابه اللي هي الهاي واللو تمام، وفي نفس الوقت قدرنا بعد كده نحط الريسك ريجستر الخاص بينا بالاداره ديت. طيب انا عملت الريسك ريجستر الاول اداره او المخاطر المتعلقه بالتنفيذ، هعمل برضو الريسك ريجستر للمخاطر المتعلقه بالماليه والاتش ار والجميع المخاطر الايه الاخرى. بعد كده هو هبدا اجمع الريسك ريجسترز دي كلها تمام اوكي، وهبدا احطها في ريجستر كبير هو الخاص بالشركه. طبعا لو انا عندي المخاطر دي رقم واحد فبنخلي مثلا ده واحد، فيبدا عندي الخطر 1.1 1.2. طيب عندي الماليه مثلا هديها كود 2، فاي خطر بيظهر لي مثلا في ريجستر بعد كده على سبيل المثال لو اخذنا الشكل دوت شكل الريجستر ده المقترح حطيناه في اداره الماليه او في المخاطر المتعلقه بالماليه، هيبقى عندي هنا اهو الاداره الماليه الكود بتاعها كام؟ 2، فيبقى عندي هنا هو الخطر 2.1 الخطر 2.2. لازم افرق طبعا، ويبقى الكودينج دوت يعني يبقى يونيك لكل اداره او لكل مخاطر، وانا عارف لان بعد كده دوت هنعمل الريجستر اللي هو بعد الريجستر بنطلع شكل الماتريكس اللي بنقيس منه زي ما احنا شفنا بنقيس منه ازاي قدرنا نتحكم في الخطر او نقلل الفريكونسي الخاصه بيه او نقلل حتى الاثر الخاص بيه تمام. لو في اي استفسارات من حضراتكم انا ممكن اعمل انميوت، بس هستسمحكم اللي عنده ملاحظه او حاجه ممكن يعمل انميوت وممكن يتكلم ممكن يذكرها. اتفضل استاذ احمد. الاستاذ محمد سعد والاستاذ مروه كانوا بيتكلموا على اساس ان التطبيق العملي صعب الحاجات دي او ازاي نطبق الحاجات دي عملي. كان الاستاذ محمد سعد تعليق على الموضوع ده، والاستاذ مروه برضه على نفس الموضوع هيطبقوا ازاي على ارض الواقع. التطبيق العملي احنا شفناه، يعني ده سجل مخاطر مقترح، ده استقصاء للراي نفذه بعض الزملاء في شركات القاهره، نفذه بعض الزملاء هو ده تمام. التطبيق العملي هو ان انا ابقى على درايه تامه بمثلا اداره الماليه ايه هي المخاطر المحتمله فيها، حاجات عمليه التنفيذ
التنفيذ ايه هي المخاطر المحتمله في التنفيذ، طب مخاطر الشراء بالهامش المحتمله ايه، طب المخاطر المرتبطه بالامراض والاوبئه على سبيل المثال. تمام، اهي دي مجموعه من الاسئله اللي الساده الزملاء حطوها مثلا، وبشجع حضراتكم ان انتم برضو هو الجزء بتاع الاي ار ام محتاج مننا بعض الكرياتيفيتي شويه، ان احنا نفكر في كل اداره او في كل خطر ايه اللي ممكن يحصل، ايه الحدث اللي ممكن يترجر عندي خطر على مستوى المؤسسه، فبالتالي محتاج ان انا امانج الخطر دوت. تمام، طيب على سبيل المثال مخاطر الاوبئه مثلا، الشركه بتاخد اجراءات وقائيه ولا لا، اوكي، هل بتتوفر مثلا المطهرات والمعقمات، في مراعاه للسوشيال ديستانسينج، في كمامات للموظفين لما بيبقوا في الشغل، طب هل في بعد العمل عن بعد مثلا، الاجتماعات اللي بتتم هل في فعلا اجتماعات بتتم بشكل كونفرنس كول بدل ما كان في اجتماعات قبل كده هو فيزيكال. طيب كل دي مجموعه من الاسئله ومجموعه من النقاط اللي الساده الزملاء شافوا ان هي ممكن تمثل خطر فعلا، زي الغاء البصمه مثلا، الشركه ما الغتش البصمه ليه على سبيل المثال، طب هل لو ما الغتش البصمه وفرت جنب البصمه ديت معايير للامن والسلامه مثلا جنب كل جهاز بصمه، مثلا في مثلا حاجه للتعقيم لمطهرات جد مثلا على سبيل المثال، يعني ده برضو احد المقترحات. كل دوت احنا بنحب نساله عشان نحطه في الشكل الخاص بالريسك ريجستر، بسجل المخاطر دوت، عشان حضراتكم بعد كده هوت لما نيجي نعمل التقرير نلاقي عندنا السورسز اللي نعمل منها تقاريرنا، اللي نقدر نقول والله احنا كان عندنا في المؤسسه 10 مخاطر في مرحله الهاي فريكوانسي والهاي امباكت، وقدرنا في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا ان احنا ننقل المخاطر دي من هاي فريكوانسي لميديوم فريكوانسي على سبيل المثال، اتحكمنا في احتماليتها او اتحكمنا في الاثر بتاعها وقللناه. خلاص اوكي تمام، ده الايه المقترح. لو في اي ملاحظه عند حضراتكم لسه ما خلصوش. طيب انا هستسمع استاذ اسلام عنده بعض الملاحظات اللي كان عايز يقولها حضراتكم. السلام عليكم يا جماعه. معلش ممكن حضرتك تعلي الصوت شويه لان الصوت لو خالص. معاكم اسلام خاطر من القاعه العضويه. الصوت واضح كده يا جماعه؟ يا استاذ صبري انا والله ما بتكلم في كده. الصوت واضح كده؟ تمام تمام. يا ريت حضرتك تعمل ميوت لبقيه الاصوات لان الناس بتتكلم بالظبط. ثلاثة من ميت للناس. خلاص احنا كده عملنا ميوت للناس كلها ان شاء الله. معكم اسلام خاطر من زميلكم من قطاع العضويه في البورصه. طبعا يعني الامثله العمليه النظريه والعمليه اللي الدكتور احمد رشدي شرحها، وكان في الشيت الاكسل اللي كان بيتكلم من اجتهاد الزملاء مع الدكتور احمد في ان هم بيعملوا استقصاء وكمان ازاي يطبق بطريقه عمليه. انا عايز اقول بس حاجه، هو مدير المخاطر للاسف هو بيمثل ممكن عند بعض الشركات او معظم الشركات مصدر تكلفه، ان هو بيبقى موظف اداري بيمثل له تكلفه وليس عائد بالنسبه له. فطبعا انت بالنسبه له مثلا بيبقى الشركه السمسره او بعض الشركات السمسره بيبقى انا عايز احط مدير المخاطر عشان اسكت الهيئه، او ان انا خلاص اوكي الهيئه او البورصه متطلبين مدير مخاطر فانا هحطه وخلاص. لا، انا عايزك انت تبقى انت المهتم بالوظيفه بتاعتك، انت اللي هتعرف تحط نفسك فين في اهميه الشركه. انت ممكن تنقل نفسك من ان فعلا مجلس الاداره بتاع الشركه او رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه ما يقدرش ياخد قرار، وهقول لك ازاي بعض الافكار دلوقتي، ان ما يقدرش ياخدوا قرارات في الشركه الا لما يرجعوا لك. ما تبقاش انت بالنسبه له مصدر تكلفه، لا، انت فعلا مش هتقدر تبقى مصدر ربح بالنسبه له، يعني انت مش هتعرف تجيب له فلوس لان انت مش تريدر او مش منفذ عمليات او مش سمسار، بس انت تقدر تمنع عنه تكاليف وخسائر كانت ممكن تحصل فعلا، لان انت مدير المخاطر اللي بيدير المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها الشركه، يعني وظيفتك جايه من اسمك.
فانا عايزك فعلا من اول ما تنزل من بيتك كده وانت رايح الشركه، انا مدير المخاطر بتاع الشركه وانا رايح الشركه كده مبدئيا، وانا رايح الشركه رحت الشركه بتاعي ابص لها بصه جديده من بكره وانا رايحها، الشركه دي والله دي ما مثلا موجوده في مكان في حته بيحصل فيها مثلا مظاهرات وثورات مثلا في مثلا في ميدان التحرير في حته مش عارفه فين في اسكندريه في مثلا في اي مكان من اللي بيحصل فيه كده، طب انا ليه ما فكرش ان ده ممكن يكون مصدر خطر على الشركه لما بيحصل حاجات زي كده او الطريق بيقطع او يحصل مثلا مشاكل زي كده مثلا. طيب طلعت الشركه مثلا بصيت مثلا طب الشركه دي مثلا تبع السنترال كذا، والسنترال ده كان بيحصل دايما عندنا اعطال مثلا في السنترال، وكان بيحصل ان خطوط الربط كانت بتقطع، ده كان بيكلف الشركه مشاكل، وكان بيحصل ان التنفيذات بتاعتها كانت بتبوظ او كانت بتتعطل، وكان بيخسرها فعلا فلوس. احط البوينتس دي عندي، النقط دي كلها عندي، ابدا ابص للشركه بصه ثانيه خالص، مش ان انا بقاعد منتظر ان مثلا لما الهيئه تطلب مني تقرير او البورصه تطلب مني تقرير او الشركه تطلب مني تقرير، لان واقع الامر في بعض الشركات للاسف بيشغلوا مثلا الوظائف دي مش عارفين يستغلوها، فممكن يسند له وظيفه اخرى بجانب الوظيفه بتاعته، ممكن يشغله حسابات، يشغله مثلا في اداره ماليه، يشغله مش عارفه ايه، لان هو شايف ان دي حاجه انا بحطها اجرائيا بس مش عارف استفيد منها قوي. لا، انت اللي ممكن تجبره ازاي تقدر تخليه يستفيد منك في الشركه. طيب انت دلوقتي دخلت الشركه، النموذج زي الاستقصاء اللي الدكتور احمد شرحه ووراه لكم، طبعا هو في بنود كتير جدا جدا مغطيه ما شاء الله معظم الحاجات اللي ممكن تتعرض لها الشركه، فده باجتهاد من الدكتور احمد والزملاء اللي اجتهدوا معاه في منكم برضو. فانتوا ممكن تشوف مثلا ايه اللي ممكن الحاجات دي، انت طبعا في بعض الزملاء قالوا الحاجات دي مش هعرف اطبقها على ارض الواقع، لا هي تطبق بس مش تطبق بالطريقه، ما ينفعش تشتغل في اوضتك مع نفسك، انت حضرتك مدير المخاطر تطلع تروح النهارده هروح اقعد مع خدمه العملاء هقول لهم ايه المشاكل اللي بتقابلكم، انا مش جاي افتش عليكم ولا جاي اراجع عليكم ولا جاي اطلع عليكم اخطاء، احكوا لي ايه المخاطر اللي انتوا عرضتوا عليها مثلا اخر مثلا 3 شهور او اخر سنه مثلا، ايه الحاجات اللي عملت لكم مشاكل، وتبدا تكتب الحاجات دي في بوينتس عندك، تروح مثلا اداره التنفيذ نفس الكلام تقعد معاهم، انت من خلال حتى قعدك في الشركه في حاجات ممكن تبقى انت عارف والله الشركه اتعرضت لمشكله من مثلا توقع عليها جزاءات من لجنه العضويه في البورصه عشان كانت مخالفه القرارات كذا وكذا وكذا، طب ليه انا ما اخدش بالي ان انا افكرهم بالحاجات دي، ممكن يكون مثلا الحاجات دي مثلا بتسقط سهوا عن المراقب الداخلي او مثلا المدير المالي او المسؤول عن الوظيفه دي. طيب حصل مثلا خدت مثلا تفتيش من الهيئه او نزل لقيت مشكله فحصلت ان برده خدت جزاء مثلا من الهيئه، طب انا اكتب الحاجات دي برده عندي بحيث برده تبقى عين بقى انا خلي بالي ان انا اقول للشركه خدوا بالكم من الحاجات دي كذا وكذا وكذا وكذا. في حاجات صغيره جدا في الشركه ممكن تؤدي ان الشركه فعلا تقف عن العمل وهي بتنساها. اقول لكم مفاجاه مثلا جدا، في حاجه مثلا في السجل التجاري اللي هو دوره حياه الشركه او عمر الشركه. معظم الشركات مثلا بتيجي مثلا بتعمل مثلا عقد، العقد الاساسي النظام بتاعها تلاقي مثلا لمده 25 سنه او 50 سنه وبينسوا، وتلاقي الشركه فجأة ان هم العقد بتاعها خلص. الله، ده احنا مفاجاه قبلها باسبوع يا جماعه، ده ما حدش قال لي ازاي، طب هنلحق نروح وزاره الاستثمار، هنلحق نروح البورصه، هنلحق نروح الهيئه نعمل السجل التجاري، تلاقي الشركه توقفت عن العمل. طب الحاجات دي انا ممكن اكتبها، ممكن افتح انا السجل التجاري مثلا اشوف عمر الشركه قد ايه، راس المال بتاعها هل هو حد الحد الادنى ولا ممكن ده يدخلنا في مشاكل، اشوف فعلا زي ما الجزء برده اللي كان في الشيت اللي شرحه الدكتور احمد برده موضوع مثلا العملاء، خدمه العملاء عندي، طب انا مثلا فعلا برده هبص زي ما اتفقنا ان انا ببص بصه جديده على الشركه، العملاء ليه بيقلوا عندي مثلا، هل مثلا العملاء مثلا بيقلوا عشان عندنا العموله عاليه شويه عن الشركات المجاوره او الشركات المثيله، هل ما عنديش خدمه عملاء، هل مثلا ما عنديش خدمات زي الاس ام اس مثلا توصل لهم مثلا والشركات الثانيه عملوها، هل في حاجات ممكن مقترحات، انا مش عايزك برضو تكون بس مصدر تكلفه على الشركه او ان انت دايما بتقول له مقترحات فيها تكلفه، لا انا عايز اقول لك مقترحات تجيب لك ربح برضو، انت تقعد مع رئيس مجلس الاداره، صدقني لو عملت بعض الحاجات دي انا طبعا مش هبقى ملم بوظيفتك زي حضرتك، بس انا بحاول افتح لك بعض الافكار، صدقني انت لو مشيت بالطريقه دي هتلاقي مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره مش هيقدروا ياخدوا قرار بعد كده الا لما يرجعوا لك، حتى لو هيغيروا مجرد مكتب. ممكن المكتب ده بالنسبه لك، لا لو المكتب ده اتنقل من هنا لهنا، المكتب ده التوصيلات بتاعه الانترنت هتختلف، فممكن تؤدي لان التنفيذات مثلا تتعطل او الحاجات زي كده. فعلا انت هتبقى نظرتك لكل قرار مختلفه، نظره مدير المخاطر، نظره ان في اي قرار ممكن يتاخد في الشركه ممكن يؤدي لخطوره،
موضوع التنفيذات انت ممكن تعمل تحليل وتعمل تحليل على اوراق ماليه وتدخل مخاطر فيها وكده وهتاخد منك شغل كتير جدا، وفي الاخر تدخلها رئيس من الوزراء يقول لك لا اركنها على جنب انا كده كده مدير الحسابات عندي مظبط لي الدنيا، لان مدير الحسابات طبعا بيبقى داخل مديله الدنيا وردي واحنا هنشتري وهنبيع وهناخد العملاء رايح جاي هو يهمه العمولات والحاجات دي، فما يهموش ان انت تحاسب الفار للورقه الماليه ولا ارتبطها بالورقه الاوراق الماليه والحاجات دي، وفعلا ممكن الشركه تتعرض لمشاكل بعد كده. انت دورك ان انت بتعرض بتنبه بتقول لهم والله انا خدت بالي من الحاجات دي وعملت الحسابات بتاعتي ووردتها للشركه وعرضتها على رئيس مجلس الاداره. اول مره ممكن ما يبقاش مديها اهتمام، لكن لما هيقع فيها هياخد باله لا ده كنت لازم فعلا ابص على التقرير بتاع مدير المخاطر لما قدمه لي، لان هو فعلا تنبأ بان كان الورقتين ثلاثه دول حصل فيهم مشكله فعلا وتنبأ بيهم قبل ما يحصل فيهم المشكله. عايز اقول بس الحته اللي هي انت ازاي هتحط وظيفتك فين؟ انت ممكن فعلا تخلي نفسك مصدر ومحور قرارات الشركه كلها، وممكن تخلي نفسك ان انت لا مجرد وظيفه اداريه قاعده تكلفه على الشركه. زي ما بقول مثلا موضوع الحسابات، هل الشركه مثلا مأمنه على الخزنه؟ طب هل الشركه مأمنه على نفسها اصلا؟ افكر في الحاجات دي، الشركه مأمنه على نفسها طب هتبقى تكلفتها عاليه، مثلا لو على ربح الشركه، طب انا ممكن حتى نأمن على الخزنه، نأمن على الفلوس بتاعتها. طيب ممكن هل في مثلا اجراءات امن مثلا وصي؟ طبعا الحاجات انا بتكلم في حاجات ممكن تبقى تكلفه عاليه على بعض الشركات، وفي حاجات شركات تقدر عليها. في امن صناعي عندنا في المكان لو حصل حريق او حاجه زي كده، المستندات بيتم حفظها بطريقه سهله ان انا اوصل لها ولا المستندات بتتحرق وتترمي في الزباله وما نقدرش نوصلها تاني او بتبقى مش بتتفايل بطريقه سليمه. الحاجات دي كلها لازم تبقى نظرتي فعلا جميع المخاطر دي. على فكره كل حاجه حوالين الشركه فيها مخاطر، من اول زي ما بقول لحضرتك ان كان الشركه مجرد صعوبه المواصلات للشركه ممكن تبقى مخاطر، ده وشركه في مكان يصعب الوصول اليه ما فيش مواصلات العملاء مش هتقدر تيجي مثلا، لو الشركه شكلها مش لطيف من بره او في جنبها شركه ثانيه فلازقه فيها وشكلها احسن منها ممكن تكون هي بتاخد من. طب الشركه ايجار ولا تمليك؟ هل ممكن ان مثلا تكون عقد ايجار والعقد الايجار ده ممكن مثلا يعرضنا ان الراجل يرفع علينا الايجار او ممكن يعرضنا ان هو يمشينا؟ حاجات ممكن اجراءات اداريه بسيطه جدا اخد بالي منها تفرق جدا مع الشركه، لان رئيس مجلس اداره الشركه او مجلس اداره الشركه مش هيبقى واخد باله من كل التفاصيل دي كلها، هو متوقع ان دايما ان في باك اب وراه ناس واخدين بالهم منه، بس للاسف في ارض الواقع ما حدش بيواخد باله من حاجه، لان كل واحد بيبقى ساند المهمه دي على الثاني، يقول لك ايه ده هو الاي تي ما خدش باله؟ ايه ده هو المراجع الداخلي ما خدش باله؟ ايه ده هو مدير المراجع الداخلي ما خدش باله؟ طب ما ناخد بالي انا بقى، انا ممكن اخد انا بالي من الموضوع ده. والله الاي تي حصل فيه مثلا ان هو وقع السيستم بتاع الشركه من شهر مثلا وده كلفنا كتير جدا، طب ما انا ممكن اشوف الموضوع ده. وعلى فكره رئيس مجلس اداره الشركه ما بيحبش يعني مش هيبقى حابب دايما ان انت تجيب له مشاكل بس، لا تجيب له مشكله وحلها المقترح بتاعه فاقل التكاليف الممكنه، يعني الخساره اللي كان ممكن تحصل او الخطر اللي كان ممكن يحصل مقابل كده والتكلفه اللي احنا ممكن يعني نتحاشى الخطر ده. يعني زي مثلا موضوع الاي تي مثلا، ان مثلا عندنا سيرفرات بايظه او ان مثلا ممكن ما فيش خطوط ربط كويسه او كده او ما فيش مقر احتياطي. طبعا في شركات كتير موضوع مقر احتياطي ده يعني ربنا يستر يعني معاهم، مع ان هو طبعا الزامي على الشركات من قرار من الهيئه. طيب حصل مخطوط ما بيعرفوش المشكله دي الا لما بيحصل فعلا خط الربط الاساسي بيقع، السنترال وقع اللي عندهم، يقول لك الحق مش عارفين ننفذ. طب ما انا من الاول اشوف موضوع مثلا مقر الاحتياطي ده، طب هيكلفنا قد ايه؟ طب لو هما كلفنا مثلا هيكلفنا مثلا كذا 10 جنيه، طب انا مثلا لما التنفيذات وقعت في اليوم ده كلفتني قد ايه؟ هل دي تستحق قد دي ولا خلاص ممكن مش مشكله لما التنفيذات وقعت في يوم مش هتكلفنا بنفس تكلفه ان انا اعمل مقر احتياطي؟ طبعا لازم اعمله كده كده عشان التزم بقرار الهيئه، بس انا بتكلم ان انا اعمله مثلا بطريقه فعلا يكون بقى في سيرفرات قويه وفي فعلا ان هو يقدر يقوم بالباك اب بتاع الشركه مع التنفيذات دي. هو انا كده كده مضطر اعمله عشان الهيئه، بس في فرق ان انا اعمله عشان بس بعمله شكليا كده ولا اعمله فعلا ان هو فعلا يلحق الباك اب بتاع الشركه. طيب السيرفرات بتاعت الشركه والهيستوري بتاعها في التنفيذات والهيستوري بتاع المستندات، الحاجات دي كلها بيتم حفظها بطريقه كويسه ولا لا؟ حاجات كتير انا مش قادر اتخيل، ممكن كل سنتي في الشركه بيبقى فيه مخاطر دوران العماله، ليه الموظفين بيمشوا عندي باخر 3 شهور بيمشوا كتير ليه؟ هل المرتبات عندنا اقل من اللي بره؟ هل في مشاكل عندنا؟ طب العكس صحيح، طب هل احنا بنجيب الموظفين بتكلفه اعلى من الشركات اللي بره؟ كل الحاجات دي انا كل بند من الشركه فيها مليون بند،
ممكن امسك بند بند منهم واقعد اتسلى عليه اشوفه انا بوجهه نظر ان انا صاحب المال انا خايف على الفلوس دي. انت لما هتبقى صدقني شايف الموضوع ده وخايف على الحاجه وباصص انت صاحب المال وخايف ده نفس الاحساس ده هيوصل لصاحب المال فعلا هيوصل لرئيس مجلس اداره الشركه ومجلس اداره الشركه هيتنقل له ان انت فعلا خايف على الشركه وفعلا بتقدم مش بس المشكله لا بتقدم كمان الحل المقترح بتاعك. مش عايز اطول على حضراتكم بس يعني دي كانت بس مداخله بسيطه جدا يعني عن موضوع فكره ان بعض الاستفسارات بتاعت الزملاء ان كانوا بيقولوا ازاي هنطبق الموضوع ده على ارض الواقع مش لازم نطبق الشيت. طبعا ده استرشادي الشيت ده في مثلا بسم الله ما شاء الله يعني معمول بمجهود زملاء كتير جدا في جميع البنود اللي ممكن تتخيلها الشركه ممكن تتعرض لها او ما تتعرض لهاش حتى. اي انا لو اكتفيت بربعهم هيبقى حلو جدا. انت لو حليت 10 مشاكل للشركه مثلا تخيل حضرتك لو حليت مثلا كل شهر مشكله للشركه كانت بتكلفهم قد كده انت كانت غطيت مرتبك وزياده. هي دي الفكره انا مش عايزك تنظر تكلفه او منظر اهم على الشركه يبقى رئيس مجلس اداره الشركه شايف ان او مدير ضبط الشركه شايف انا ليه حاط مدير مخاطر بغض النظر ان انا عشان التزم بقرار هيئه بس انا طب ما انا استفيد بيه بوظيفه ثانيه. لا هو لما بيشايفك انت فعلا قاعد مش هقول لك بتجيب له فلوس لا بتحوش عنه خسائر بفلوس برضه ما هو اللي يهم صاحب الشركه او صاحب المال ايه يا فلوس داخله له يا فلوس خارجه من عنده. طب انت قافل له الفلوس اللي خارجه من عنده بسبب الخطر طب انت بالنسبه له كده هتبقى انت فعلا شريك معاه فعلا في القرارات. اتمنى لكم التوفيق جميعا يا جماعه واحنا هتنقل تاني المحاضره للدكتور احمد وانا برضو معاكم لو حبينا يعني نشارك في اي حاجه. انا بصراحه عايز اشكرك يا اسلام بصراحه يعني ملاحظات قيمه جدا جدا وفعلا في محلها بجد واتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بمداخلة أستاذ إسلام وتحمسوا. أنا شايف ما شاء الله يعني أستاذ إسلام متحمس جدا لإدارة المخاطر وزي ما هو متحمس كده أتمنى إن كل واحد فينا من السادة الزملاء الموجودين معانا النهارده يبقوا برضو متحمسين زي أستاذ إسلام وشوف إن شاء الله بإذن الله نتائج قيمة للـ ERM ولحتى الماركت ريسك جوه الشركات. وانا تحت امر حضراتكم احنا اخر يعني احنا اخر نص ساعه دي تقريبا احنا اوبن ديسكشن لو في اي ملاحظات من الساده الزملاء تمام وممكن اعمل انميوت دلوقتي اوكي ليه تمام اتفضلوا يا كمان بنك مصر بيقول في مشكله يا دكتور هو النموذج اللي احنا عرضته شكله قوي جدا ونقدر يعني خطوة بداية قوية جدا فهل متاح ان هو يتبعت للزملاء او لينا من خلاله نقدر نشتغل بيه؟ بالنسبة لي استقصاء الرأي اللي هو الاستبيان اللي احنا شفناه ده نرجع فيه للسادة الزملاء اللي عملوه ولكن انا ممكن اصمم زي كده هو تمبلت للريسك ريجستر بشكل عام زي البرزنتيشن كده هو ممكن نعمله خلاص اوكي وهبعته لحضراتكم من خلال الاستاذ اسلام ان شاء الله باذن الله. هيبقى تمبلت لاي استقصاء راي ممكن نحطه فيه نستخدمه ونقدر نطلع منه الريسك ماتريكس والريسك ريجستر ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب هو بس استاذ اسلام بمناسبه برضو يا جماعه موضوع بمناسبه الموضوع برضو الحاجات اللي ممكن الشركه تستفيد منها في احنا بنبعت مثلا اختارات على نظام الاختارات بتبقى فيها قرارات منع من التصرف ده من النائب العام بتطبق على جامعات او على كيانات او حاجات زي كده بتبقى مهمه جدا 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 وفي شركات للاسف يعني فوق 100 شركه سمساره مثلا مع حوالي 30 شركه بلاقي بس اللي بيبص عليها الثلث العدد ده. طب يعني والثلث اللي بيبص على فكره بيبقى مهتم وبيطبعها فعلا وبياخد قرارات حسنه من الموضوع ده. فيا ريت نهتم بيها الحاجات دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى مسؤوليتها على المشاع بالنسبه للشركه يقول لك طب ما دي لازم مسؤوليه المراقب الداخلي اصل لا اصل المفروض العضو المدرب هو اللي قاعد على السيستم لا اصل لا
انا اتبرع انا بالحاجات دي. انا مش هقول لحضرتك حط شغل على نفسك زياده. على فكره هو الاختبار دي مثلا بتبقى مثلا مره او مرتين في الاسبوع يعني. بتيجي انا هفتح السيستم هطبعها او كده واشوف او فورورد للمسؤول عن الموضوع ده. لما حضرتك فعلا هتبين ان انت قلبك فعلا يعني على الحاجات الخطر اللي ممكن تعرض لها. لان بص حضرتك ممكن لما القرارات اللي هي بتاعت حظر المنع دي احنا بنبقى طبعا كبورصه واخدين احتياطاتنا والمصر المقصه بنبقى قافلين الاكواب من عندنا مفيش مشكله. بس برضو انت بتبقى على علم بيها لان ممكن يكون في حسابات كفلوس عندك بينك وبين العميل ده بالصدفه. فتبقى انت عارف ان الراجل ده بقى محظور يعني واخد فلوس منك او هيديك فلوس لا في مشكله عليه. لكن كاكواد وتنفيذات احنا بنبقى قافلين من عندنا. فحضرتك برضو تبقى على علم بدرايه بالموضوع ده. موضوع مثلا طبعا زي مثلا الخطوات الحظر دي زي ما بقول لحضرتك انت لما بتقفل باب من الابواب اللي بتحصل بيها خطر على الشركه ده بيوصل انت هتسمع بقى هتحط نفسك في مكانه صدقني هتلاقي نفسك مختلف تماما. لان دايما الحاجات دي بتبقى على المشاعر بيبقى كل واحد فاهمي مشكلتها على التاني. يقول لك والله لا دي مسؤوليه اللي قاعده على السيستم والله مثلا المدير المالي هو اللي بيبعت الملائه المفروض يشوف الحاجات دي. لا والله ده المدير الداخلي هو اللي بيخش ليفل 1 والعضو المنتدب بيخش ليفل 2. طب ما انا هخش انا اشوف الحاجات دي كلها ولما اشوفها اشوف التقصير كان جاي منين واحط لها اجراء مقترح وابعته للمراجعه الداخليه او للناس اللي بيحطوا الاجراء او اللائحه او اي ما يكون نظام الشركه ايه او انا احط اجراء مقترح والله الحاجات دي تتفتح عن طريق كذا 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 الحاجات دي بتعمل مشاكل يا جماعه عندنا الحاجات دي فعلا عملت مشاكل او لو ما عملتش مشاكل خلاص يبقى ما عملتش مشاكل تمام زي الفل مفيش مشكله مش هتخسرني حاجه. اتشرفت بيكم جميعا وانا سعدت بالمشاركه معاكم وسعدت بالمشاركه طبعا استفدت كتير جدا من الدكتور احمد ومن الشتات اللي عاملينها الزملاء بالمشاركه معاه. انا فوجئت بصراحه انبهرت مش فوجئت كمان انبهرت بالحاجه لان فعلا ما شاء الله مغطيين معظم الحاجات. هنحاول نبعتها لحضراتكم بس مش عارفين برضو لان برضو دي مجهود زملاء برضو مش عارفين هنبقى عاملينها ازاي برضو حمايه ملكيه فكريه ليهم. بس ممكن نبعت لكم حاجات مقترحه يعني زي اللي احنا قلناها دلوقتي او افكار مقترحه منها يعني بعض الافكار منها. لكن طبعا ما نقدرش نوعدكم اننا لان يعني دي امانه علميه وامانه فكريه بتاعه الزملاء. هي لو كانت بتاعتنا احنا ما فيش مشكله يعني لكن هو فعلا مجهود زملاء اخرين وهم اكيد سمعنا دلوقتي او حتى لو مش سمعنا احنا كده كده محافظين على الحمايه الفكريه بتاعتهم. وانتوا بيني وبينك انتوا اكيد شفتوا بعض الافكار منها وهي مفتوحه يعني حتى لو ما عرفتش ابص على المليون فكره اللي موجودين هم كانوا متقسمين تحت كذا شيت وكل شيت فيه كل جداول كتير. لو لقطت حضرتك مجرد 10 20 فكره جميل جدا. وعلى فكره تاكد من حاجه لما تقعد مع نفسك هتلاقي افكار احسن حتى من احنا كمان لان كل شركه وليها ظروفها. سعدت بكم جميعا يا جماعه وتشرفت بكم جميعا والى اللقاء في وطبعا يعني تكمله لكلام استاذ اسلام انا هشام ترك لو حضراتكم اي حد كان محتاج اي كونسلتيشن على ريبورت شغال عليه كمان يعني يتواصل مع استاذ اسلام او من خلال جروب الواتساب مع دكتور احمد كمان هيساعدنا ان احنا نلبي كل الاستفسارات. انا بس كان الطلب الاخير ان بتاكد من استاذ اسلام انه حضراتكم كلكم الناس اللي حاضرين يعني قالوا الاسماء بتاعتهم الثلاثيه علشان خاطر شهاده التقدير او شهاده الحضور ويكون كمان الاسم زائد اسم الشركه اللي حضراتكم بتمثلوها. يعني هو للاسف اللي جالي بس يا استاذ هشام بعض يعني 20 او 30 اسم بس مع ان المشاركه حوالي 100 فرد هي بس يعني. وفي بعض الناس كانوا كاتبين اسم ثنائي بس او اسم الشهره يعني مثلا زي اسلام خاطر على طول مثلا بدون تفاصيل الاسم مش كاتبين اسم الشركه. فلو تحب حضرتك مثلا نقترح عليهم ان احنا مثلا يبعتوا مثلا الاسم بصيغه مثلا بيانات مظبوطه عن طريق الايميل مثلا بتاعنا ونتقبلها عن طريق ايميل العضويه مفيش مشكله بالنسبه لنا. لو كمان ده حل كويس. ده حل كويس. هو انا شايف دلوقتي ان هم الشباب كمان بداوا يبعتوا على الشاتنج الاسماء بتاعتهم واسماء ال بيجوا يبعتوا تاني مفيش مشكله انا هسجل برضه. تمام هو كده كل الزملاء يعني بدأوا ان هم يحطوا البيانات الخاصه.
تمام. هو لو في امكانيه بس من الادمن عندنا هنا ان هم نسيف الشات ده, انا ممكن اسيفه من عندي, بس لو ينفع ان هو يتسيف برضو عشان تمام. لو الجلسه قفلت ممكن الحاجات دي ممكن اخاف انها تفقد او كده. انا هو في اوبشن للسيف الشات وانا سيفته فعلا, بس برضو احتياطيا ان برضو ممكن يكون في امكانيه عند نسجله من الادمن. تمام خلاص. مروه هتقوم بال بعد اذن حضرتك يا استاذ اسلام, يعني نبعت على ايميل العضويه برضو ولا ايه رايك؟ انا هسجل الاسامي اللي وصلت لي هنا يا جماعه او اسجلها, وبرضو اللي عايز يبعت عن طريق الايميل مفيش مشكله عشان لو اي حاجه فقدت هنجمع الكلام كله مع بعض. تمام شكرا يا فندم. عفوا يا سلام هشام. احنا ممكن اشكر الجميع على حضورهم اليوم الثالث على التوالي, واتمنى ان شاء الله ان يبقى في اي استفسارات. هو مش عايز حضراتكم تترددوا ان انتم تتواصلوا من خلال الاستاذ اسلام او دايركت. على فكره يعني الساده الزملاء اللي حضروا معنا التدريب في المرحله الاولى من 2018 الى الان فعلا في ما زال ما بيننا صداقه وما بيننا بعض الاستفسارات, وانا مش هبخل جدا على اي زميل لو محتاج اي ملاحظه او في اي استفسار. وخلينا ان شاء الله باذن الله يبقى هدفنا ان احنا نرتقي شويه بمفهوم اداره المخاطر في شركات السمسره. خلاص دي احنا عايزين هدفنا الاسمى هو ان احنا يبقى عندنا عمليات افضل في الشركه, عندنا السوق بشكل عام يتحسن, لان اكيد لما اداره المخاطر تكون بدورها في كل شركه سمسره ده اكيد هيحسن من اداء السوق بشكل عام اكيد طبعا. بشكر حضراتكم جميعا على تواجدكم معانا, وان شاء الله مستعد لاي استفسارات حتى فيما بعد الكورس النهارده, ورقم تليفوني موجود والواتساب انا موجود فيه واتساب جروب, ولو في اي استفسار على الايميل الشخصي للاستاذ اسلام وعلى الايميل الشخصي ليا واي حاجه ان شاء الله هرد على حضرتك في اي ساعه. اخيرا برضو بشكر حضراتكم, شكرا يا هشام, شكرا يا اسلام, شكرا جميعا على الكورس, ان شاء الله اتمنى يكون كلنا استفدنا باذن الله. معلش انا شخصيا بجد استفدت لما شفت الاستقصاء اللي الساده الزملاء عملوه وانبهرت جدا بيه, واتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تبعتوا لي برضو بعض النماذج اللي عملتوها زي دي كده هو تبقى زيها ان شاء الله باذن الله وافضل ان شاء الله. تمام شكرا لحضراتكم جميعا. ميرسي جدا يا فندم. شكرا يا سلام.